السلام عليكم، مرحبا بكم من قناة كوكتيل الجديدة. اليوم بإذن الله موضوعنا هو عن نبات عصير الكرفس، الملوك وخصوصا عصيره. عصير الكرفس هو عصير القادة، عصير الأمراء. لماذا؟ لأنه عصير رهيب جدا، عصير دوائي وصحي، يحتوي على معادن وفيتامينات هائلة. يتكون يمثل نسبة 95% من تكوينه من الماء. لذلك ينصح بتناوله صباحا عند الاستيقاظ من النوم، لأن الجسم يكون قد تعرض للجفاف أثناء النوم من قلة الماء. قلنا أنه يحتوي على معادن وفيتامينات هائلة، يستخدم في علاج كثير من الأمراض، وهو صيدلية كاملة. فيتامين ألف، فيتامين سي، فيتامين بي، فيتامين كاف، مغنيسيوم، فيها عناصر من المغنيسيوم، بوتاسيوم، كالسيوم، حديد، سيلينيوم، سيليكون، وفيه أيضا مغذيات مثل الموجودة بالنباتات الخضراء الأخرى، ويوجد به ألياف عالية جدا، فيه أنزيمات هاضمة. يفضل أن أخذه صباحا على معدة فارغة، يشرب مباشرة بعد عصره حتى لا تتكسر الأنزيمات ولا تذهب فوائده. عصيره طريقته طريقة سهلة، ممكن أعصره مع الليمون كما تشاهدون. أن أخذ مثلا حزمة من ثلاثة سيقان، أربع سيقان مع أوراقه، ونعصر ليمونة مع القليل من الماء، ونخلطه بالخلاط. هناك من يقوم بتصفيته، ممكن أن نصفي نصفه ونضع جزء من الألياف الموجودة لأنها مفيدة أيضا. قليل السعرات يقي من السرطان، يسهل عملية الهضم، يساعد على تحسين جودة النوم. نرجع أيضا، قلنا أنه يجب تناوله مباشرة حتى لا تتكسر الأنزيمات ولا تذهب فائدته. ماذا يفعل الكرفس لجسم الإنسان؟ إن كمية الفيتامينات الكبيرة الموجودة فيه تعطي خصائص، من هذه الخصائص أنها مضادة للأكسدة. فالشوارد الحرة أو الجذور الحرة عندما تزيد فإن الجسم يشيخ وتقتل الأمراض ويتغير البنكرياس. هذا الكرفس مضاد للأكسدة، قوي جدا، فيعمل على طرد الشوارد الحرة، ومضاد أيضا للالتهابات، مضاد مفيد جدا للالتهابات. فإن مادة اليوتولين الموجودة فيه، وهي عند الالتهاب يظهر إنزيم أو يزيد الإنزيم المسؤول عن الالتهاب، ولكن هذه المادة الموجودة فيه هي اليوتولين، موجودة تمنع نسبة 90% من هذا الإنزيم من عمله، تمنع عمله وتوقفه بنسبة 90%، فلذلك هي مضادة جيدة للالتهابات. أيضا يعالج الضغط العالي لأنه يحتوي على البوتاسيوم وأيضا المغنيسيوم. قلنا أن المغنيسيوم يعمل على الارتخاء، سنقول فائدته لاحقا. أيضا البوتاسيوم موجود أكثر في البذور، ينصح تناول بذور الكرفس مع أوراقه وسيقانه، الثلاثة مع بعض تعطي مفعول أكبر وأفضل. ينصح شربه ثلاث مرات أسبوعيا على الأقل. أيضا يعمل على زيادة الماء، قلنا لأن نسبة الماء فيه كبيرة، فبذلك يساعد على عمل الكلية بشكل جيد، ويعمل على طرد السموم من الكبد، ويجعل الخلايا حيوية أكثر، وأيضا يصبح الجلد رطب، ويمنع تكرمشه وجفافه. أيضا يعمل على زيادة حمض المعدة، فالأنزيمات الموجودة فيه تزود حمض المعدة، فيتحسن الهضم وتقتل الميكروبات. أيضا الألياف الموجودة فيه ممتازة جدا للإمساك ولالتهاب القولون العصبي، فيه مغنيسيوم وأنزيمات هاضمة،
ويزود حمض المعدة. ماذا بعد ذلك؟ يا له من سحر عجيب، يا له من رهيب. هذا هو الكرفس الرهيب، سبحان الله العظيم. أيضا يوجد فيه الكالسيوم، لذلك هو يقوي العظم، وفيه أيضا سيليكون مما يجعل المعادن تدخل في العظام وتصبح أقوى. يستخدم أيضا للرجيم في تخسيس 80% سعر حراري، يعطي الكأس الكبير منه. والألياف أيضا تملأ المعدة، فلا تجعلنا نأكل كثيرا. والهرمونات سليمة فيقلل الوزن. أيضا من الفوائد الأخرى يقلل الكوليسترول الضار، لو أخذناه 4 إلى 5 مرات بالأسبوع فإنه يغسل الدم من الكوليسترول الضار بنسبة 40%، فهو منقي للدم، مطهر للدم، يساعد على النوم. لماذا؟ لأن وجود عنصر المغنيسيوم يرخي العضلات، فينصح بتناوله قبل النوم ليساعد على النوم ومقاوم للأرق. أيضا إنه مضاد للسرطان، لأنه يطرد الشوارد الحرة، أي الجذور الحرة، ومضاد للأكسدة. هذا الخضار اللون يعمل قلوية للجسم، فيصبح التنفس أسهل والمناعة تصبح أعلى. أيضا ينظف الجسم من السموم. يا له من مدهش، سبحان الله العظيم. أيضا مدير للبول، لوجود الصوديوم والبوتاسيوم فيمنع تورم تحت العيون والجسم، يمنع تورم العيون والجسم. وأيضا زيادة الكالسيوم الغير مفيدة يقللها، فهناك حصوات مرارة سببها ترسب الكالسيوم، ولكن الكرفس يطردها من الجسم، يطرد الزيادة الضارة. وهناك إذا كان هناك تكلسات في الأوعية الدموية أيضا يطردها. والشوكة العظمية، لمن يعاني من الشوكة العظمية يخففها، وأيضا يقلل مقاومة الأنسولين، فهو مهم ويفيد مرضى السكر. أيضا فيتامين سي وألف وماء وسيلينيوم تعمل على زيادة الكولاجين، لذلك هو ساحر ورهيب جدا لأمراض الجلد. إذا استخدمته لمدة 2 أسبوع فسوف ترون نتيجة مدهشة. مخفض للألم، أيضا إنه مخفض للألم، فيها أنواع من المضادات الأكسدة أيضا التي تعمل على تخفيف الألم، وخاصة للبنات التي تعاني من ألم شديد في الدورة الشهرية، يمكنها تناوله قبل الدورة بأسبوع، يمكنها تناوله فإن ذلك يعمل على تخفيف الألم. وأيضا يجب أن تمتنع عن تناول السكريات والشوكولاتات لأنها مضرة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.